افتتح اجتماع مركز الحكم لمجموعة العشرين ببكين صباح يوم الجمعة بحضور أكثر من 100 خبير وباحث من العالم، حيث ركز الاجتماع على قمة هانجو ودور الصين. ركز موضوع منتدى مركز الحكمة ضمن نطاق مجموعة العشرين على تأسيس علاقات دولية جديدة، حيث اهتم الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى بكيفية إجماع التوافق لقمة مجموعة العشرين المرتقبة التي ستعقد في الصين، مما يدفع التنمية المستدامة لاقتصاد العالم. باعتبار الصين البلد المستضيف لقمة مجموعة العشرين، يتعين عليها حل قضيتين. الأولى هي كيفية تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد العالم، والثانية هي كيفية تغيير نظام اقتصاد العالم القديم. من الأهم أن الصين تمثل دول النامية للتعبير عن آرائهم. وأدخلت الصين في قمة هذا العام مواضيع متعددة لتجعل الدول النامية تشارك في إدارة اقتصاد العالم. طرحت الصين موضوعا في القمة هذا العام واعتقد انه ممتع، الا وهو التكنولوجيا. الدول المتقدمة لا تريد ان تشارك تقنياتها، بينما تعمل الدول النامية على خفض التكاليف من اجل الحصول على هذه التقنيات. آمل التوصل الى بعض التوافقات حول هذا الموضوع، حيث يجب وضع تشارك التقنيات قبل الحمائية. ومع اقتراب بدء قمة مجموعة العشرين في هانشو، نشر مركز الحكمة سلسلة من الكتب والأرشيف المتعلق بالمجموعة ليعرف أكثر بها وبالصين.